عزلة العزاعز، إحدى العزل المكونة لمديرية الشمايتين. تتموضع قراها في الجهة الشمالية الغربية لتربة ذبحان، ويمر بين قراها الطريق العام الرابط بين تعز والحجرية. العزاعز الغنية بجمال حقولها ومناظرها الطبيعية، تتكون من عدة قرى كحجفات وحضة والمنصورة وغيرها، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 15,000 نسمة بحسب التعداد السكاني للعام 2004. طبعا حصن يومين الاثري ايضا يتوسط عزلة العزاعز التي يعني تعتبر اكبر عزلة على مستوى الشمايتين بعدد سكانها. الحصن الاثري هذا طبعا من ايام الدولة الزريعية، ثم بعد ذلك الدولة الايوبية، فالدولة الرسولية. فهناك مقولة على الشعرية لاحد شعراء الدولة الرسولية: لا حصن الا حصن ذو ملؤتين، قالوا براس يومين الحصن والدار. فهذه الحصن يعني مذكور في أكثر من قصائد، في أكثر من كتب، في صفة جزيرة العرب والإكليل للهمداني. فهذا الحصن ما زالت فيه آثار حتى اليوم، فيوجد هناك مدافن وسدود وبقايا حصون، وأيضا في نوبات، فلذلك سمى بهذه المنطقة النواب لأنه في أكثر من نوبة، في نوبة حراسة. فانتهى هذا الحصن بعد الدولة العثمانية التي كانت محتلة أو تتمركز في هذه المنطقة.